السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه النهاردة؟ هتكلم ازاي نعمل توك بأسهل حاجة ممكنة. توك مش هتاخد منك 5 دقايق، وهتقدري تعملي توك كتير. توك كل اللي هنحتاجه خيط وأستك ومقص بس، وحاجة تكون زي ما هوريكم في الفيديو، رجل كرسي، رجل كنبة، رجل كرسي بتاع السفرة، رجل اي حاجة نقدر نعمل منها. زي ما انتو شايفين التوك ما اخدتش مني 5 دقايق، قدرت اعمل تشكيلة كبيرة جدا من التوك ومن الكور زي ما انتو شايفين. والكور دي تقدري تستخدميها في اي عمل، في الكروشيه، في كوفيات، في شالات، سجاجيد، بتتعمل منها حاجات كتير. وتوك طبعا، قبل اي حاجة ياريت تعملولي سبسكرايب للقناة ولايك وكومنت حلو زيكو، ويلا نبتدي بإذن الله. أوريكو إزاي نقدر نعمل توك بالشكل الجميل ده والتشكيلة الجميلة دي بخيط كروشيه. مش هتحتاجي أي حاجة غير خيط وأستك والمقص، وتقدري طبعا تعملي تدخلي لونين زي بعض زي ما أنا عاملة كده. تقدري تدخلي لونين براحتك، الألوان اللي تعجبك، أحمر، أزرق، أخضر، أي حاجة براحتك خالص. ياريت تتابعوني هشرح لكم خطوة خطوة ازاي تعملوا حاجات جميلة زي اللي انتوا شايفينها دي. دلوقتي عندنا اكيد اي حاجة في البيت عندنا فيها شكل زي اللي انتوا قدامكم ده. في بقى عندكم ترابيزة، كرسي، اكيد مفيش بيت بيخلى من حاجة شبه اللي انا ماسكاها ده. عندك رجل ترابيزة، رجل كرسي، كرسي السفرة، اي حاجة اي حاجة، بحيث ان انت تعرفي تلفي الخيط بالشكل ده عليه. تلف بقى ايه كتير بحيث ان يبقى الكورة كبيرة وغزيرة بالشعر. وممكن كمان ان انت يكون الخيط تدخلي كذا درجة فيه، وبحيث يعني ممكن مثلا اصفر في احمر. في هوريكو عملي برضك شكل توك معمولة بكذا خيط. اللي انا بستخدمه دلوقتي خيط جانجا، في اصلا الخيط نفسه فيه كذا درجه زي ما انتم شايفين كده قدامكم. تفضلوا تلفوا كده بحيث ان ايه تكون تقيله، ما يكونش شعرها قليل. حاولوا كده تشوفوا من وقت للتاني الخيط تخن ولا لا. طبعا سمك الخيط بيفرق معانا، يعني لو بتستخدمي خيط تخين غير لما تكوني بتستخدمي خيط رفيع. طبعا الخيط رفيع هيحتاج كمية اكبر من الخيط التخين. بس كفاية كده. اوكي هنقص. حاولي تلفي اخر حبة كده عشان ما يتفكش. ماشي، وهتاخدي جزء من الخيط كده تبدأي تربطي بقى، تربطي طبعا جامد جدا. ثبتي كويس قوي. الخيط طبعا ما يتقصش ده عشان هنعمل حاجة بيه بعد كده. كرري نفس الموضوع على مسافة بحيث ان انت هتقصي ما بينهم. هنكرر كده الموضوع بردك على مسافة زي ما قلت لكم. اهم حاجة بس تكوني رابطة كويس جدا، يعني تعيدي الخيط اكتر من مرة عشان ما يتفكش الخيط بقى معاكي.
كده تقريبا دول هيعملوا 4 توك، طبعا على حسب طول الخيط اللي انت عاملاه. يعني بالنسبة لده لو اكبر ممكن يعمل عدد اكبر معانا. كده احنا ربطنا 4 توك او 4 ربطات معانا. نيجي بقى للمرحلة بعد كده، نقف في نص الخيط بالشكل ده ونقص، نقف في نص الخيط ونقص زي ما انتوا شايفين معانا. شايفين الكرة بقت عاملة شكلها عامل ازاي وجميل. نكمل طبعا احنا هنبقى محتاجين ان الطول ده يبقى قد الطول ده، تمام. فتقومي ايه تحاولي تقصقصي الجزء بحيث ان يبقوا الخيطين قد بعض. بالشكل ده ادي منظر الكورة. تكملي بقى الباقي بالشكل ده، الكرة دي تمام. شايفين دلوقتي هنركبهم في الاستيك بتاعه. طبعا انت بتكوني محضرة اساتك ايا كان شكل الاساتك عامل ازاي. ده نوع انا جايباه، وعندك دلوقتي الخيطين اللي احنا قصناهم. تحطي بقى كده تربطي كويس جدا، تلفي مرة تانية، حاولي تثبتيها على قد ما تقدري عشان ما تتفكش منك. بوتي مرة واثنين وثلاثة لحد ما تتأكدي انها ايه ثبتت معانا خالص. معلش اربطي اكتر من مرة، لفي على الاستيك، المهم انها تكون ثابتة كويس او معي. تمام، وتقومي قصة بالشكل ده. ادي التوكة اتعملت، ولا خيطتي ولا عملت اي حاجة. وانا هوريكم اشكال تانية كتير من التوك بنفس الطريقة دي. طبعا الكور اللي احنا عملناها دي معاكي انك تدخليها في الشال. طبعا فاكرين شال الكروشيه تستخدميها في كوفيات، تستخدميها في ناس بتعمل منها سجاجيد نفس طريقة الكور دي، في سجاجيد بتتعمل منها، في استخدامات كتيرة قوي 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 من الكور دي. فانا وريتكم النهاردة الطريقة ازاي تعمليها، تستخدميها بقى ايا كان في توك، في سجاجيد على الارض، في شالات، في شغل كروشيه عامة. هي دي الطريقة، وطريقة بسيطة ومش بتحتاجي فيها غير بس توكة استك والخيط واي حاجة عندك في البيت، رجل كرسي، رجل اي رجل عندك، اي ترابيزة، اي حاجة ممكن تقدري بشيء عملي جدا في بيتك تقدري تعملي بيها بكل سهولة. مش هتاخد منك 5 دقايق، تقدري تعملي كمية منها كبيرة جدا. ما تنسوش تعملي لايك وتعملوا لي سبسكرايب على القناة وتابعوا كل جديد انا منزله.